من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم أن يعتني بها، وهو أدب قلبي وأصل أصيل، وهو التوكل على الله عز وجل. فإن التوكل على الله عز وجل يملأ القلوب ثقة ويقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. وكلما كان المرء أكمل توكلا على الله كان أقوى في بدنه، إذ قوة القلب تؤدي إلى قوة البدن. وفي ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل في الأمراض ونحوها، المسلم يعلم علما يقينيا أن انتقال الأمراض من شخص لآخر إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر إن وجد فقد كتبه الله عز وجل قبل وجوده وولادته، بل قبل خلق أبيه آدم 50,000 سنة. فلو فعل الأسباب كلها والله مقدر إمراضه لمرض، ولو فعل الأسباب ليمرض والله مقدر عدم مرضه لما مرض. ومثله يقال أيضا في الشفاء، فما قدره الله عز وجل هو صائر، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى فلن يكون مهما حدث وصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا المعنى في التوكل على الله عز وجل هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فهو نفي لاعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع حصول الضرر بذلك، وإنما هو بفعل الله عز وجل وتقديره. فإن الله عز وجل هو الممرض وهو الشافي، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل لها أسبابا، فقد قال: ومن الذي أصاب الأول، فدل على أن هذه العدوى سبب، والله مقدر الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. المقصود من هذا كله هو أن يعرف المسلم أن هذه الأمور من تقديره سبحانه وتعالى، وأنها من الأمور المهمة التي يجب أن يستشعرها المسلم. بل كلما كان أقوى يقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، كلما كان أقوى إيمانا وأقوى في بدنه. فقد قرر جمع من أهل العلم أن قوة الإيمان تزيد في قوة البدن، وهذا مسلم حتى عند علماء النفس وغيره. هذا الذي ذكرته بعض من ما أورده أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الآداب الشرعية المتعلقة بهذه النوازل التي ترد على كثير من الناس، ومنها ما يتعلق بالأوبئة التي هي مدار حديثنا في هذا الوقت.